كل الناس دايما الفكرة الأساسية عن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو ما بياكلش أكل عادي، هو بياكل فول نابت، هو راجل صحي للغاية. بس أنا بعتقد إن ده كان في الكبر، لكن محمد عبد الوهاب أكيد مش طول عمره كان بياكل فول نابت، أو مش بيحب بس الفول نابت على سفرته. لا هقولك، هو ما شاء الله بني آدم كان عنده إرادة حديدية إرادة حديدية يعني. حديدية بجد. في إيه؟ أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وجدي بياكل مسلوق، بس أحلى مسلوق تاكليه في حياتك، أو ني في ني. فالسفرة بتبقى الآتي يوم الجمعة مثلا، مثلا إحنا يوم معمول الجمعة كان يوم رئيسي مقدس، ومهم، العيلة كلها بتتلم عنده. كل العيلة يا سهير، وممكن ضيوف برضو، تلاقي حد معانا على السفرة مش عارف ايه. المهم الأكل بتاعنا مسبك محمر ومشمر وكان عنده عم زكي، ده كان طباخ عالمي يعني، أحلى أكل في الدنيا. وأكله هو ني في ني برضو، تدوقيه تبقي عايزة تاكلي منه وتسيبي أكلك من جماله يعني. هو عم زكي ده كان بيعمل له مسلوق وني في ني، حاجة ما حصلتش. وكان عنده القدرة إنه لو الأكل العادي عاجبه يعني، شايفه مغري، ممكن يدوق بس، يعني عنده قدرة إنه ما ياكلش غير الأكل اللي هو طب خصص. ليه هو حط نفسه في أقول لك ليه؟ المسلوق؟ ليه؟ هو أنا، هو أنا عمري ما سألته، بس أنا فهمت إنه فضل من أول ما ابتدى، قعد 40 أو 50 سنة ياكل ني في ني ومسلوق، مش آخر 10 ما انا سنين عارفه. أو ولا آخر بتاع، عشان تفضلي شايفاه سليم وشباب صحية. وشباب أولا طبعا. صحيا كان بياكل، بياخد معلقة ردة على السفرة، دي مهمة جدا، معلقة ردة ردة وراها مع كوباية مية، مي. ردة عيش البلدي مثلا، عنده طقوس والعسل والحاجات بتاعته وكده. وكان بيحافظ على جسمه، بيحافظ على صحته وعلى رشاقته وعلى شكله، لأن طبعا من برضو السمنة والحاجات دي، والناس لما بتكبر ما ده بيأثر على صحتها. ففضل لحد ما توفى. انت شايفة عبد الوهاب يعني، طبعا الشكل وعوامل الزمن انا بتغير، بحبه، هو شكله قمر يعني قمر، بس بالنسبه لنا، يعني قصدي اقول ان هو راجل ابيض اتغير، علي كده. اتغير شكله في مراحل مختلفة. ايوه احتفظ بشكله، ما كانش مبهدل يعني، ممكن يبقى عاجز بس ما تبهدلش. شيك، بالظبط، شيك شياكة يعني. مين كان بيختار له لبسه؟ مين كان بيختار له هو كان بدله ذوقه حلو وقمصانه؟ قوي، هو كان ذوقه حلو قوي. وكان لما يعني بجد انا كنت بشوف يعني، بشوفه حتى وهو قاعد في البيت يعني، الروب الراب بالظبط، والشبشب يعني انا بشوف ان الذوق ده فطره، ملوش علاقه باي حاجه يعني. بتلاقي ناس يقول لك علات القوم وشياكه الكون وذوقهم وحش قوي، وتلاقي صح. ناس بسيطه جدا عينهم حلوه على الالوان، فهو الأناقة ما والبساطة بتتجزأش. تركيبه